احنا شو حكينا؟ ما قلنا من لما بتحطي اجرك بهالبيت هذا بينسى الخوف خالص؟ لا الله يخليكي بلاء، أحب شوفك متضايقة الله يرضى عليكي. قولي لي شو صاير؟ شو في؟ جبل ما بقى فيني اتحمل، كل يلي عم بيصير اكبر مني ومنك ولازم نوعى بقى. كملي. ليش عم تطلع فيي هيك؟ كملي. يعني فهمت علي؟ ان شاء الله. لا انت عملت اللي عليك واكتر، وقفتك حدي، كل يلي تحملته كرمالي مستحيل انساه كل عمري. مصلحتي هون بس. انا فكرت كثير منيح، اخذت القرار حد لكل شيء. أنا من بكره لازم فل من هون.